أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. على غرار الكرة الشاطئية وغيرها من الرياضات التي تمارس على الشواطئ، تكتسب رياضة البولو الشاطئية المزيد من الزخم والجماهيرية في الإمارات رغم اختلاف قوانينها ومواصفاتها مقارنة برياضة البولو التقليدية التي تمارس على الملاعب العشبية. المزيد في تقرير الزميل محمود علاق. بلمسة أكثر حداثة ومواكبة للعصر، استطاعت رياضة البولو الشاطئية أن تختزل وتضيف في الوقت عينه جمالية أكثر خلال 12 سنة فقط للرياضة الأم البولو التقليدية المستمرة منذ قرون. في مضمار يتراوح طوله 100 متر وعرضه 50 متر تلعب البولو الشاطئية، وهو ملعب تقلص إلى 25% مقارنة بمساحة ملعب البولو التقليدي. 3 لاعبين بدل 4 في البولو التقليدية، وكرة أشبه بكرة السلة بدل الأصلية التي تشبه كرة التنس، مع وجود ألواح مرتفعة على أطراف الملعب للإبقاء على الكرة داخله دائماً، إضافة إلى مساحة تمتد على نحو 18 متراً تكون فيها حرية التحرك للاعبين والخيول دون قيود. ميزة إضافية تتمتع بها رياضة البولو الشاطئية وهي عدم استبدال الأحصنة المشاركة أثناء فترة اللعب، حيث يكمل اللاعبون المباراة بأشواطها الأربعة والممتدة على 7 دقائق في كل شوط على الجياد نفسها. اللافت في هذه الرياضة أنها عربية المنشأ بامتياز، فأول عهد بها كان في إمارة دبي قبل أن تجد لها مكانا في المسابقات العالمية وتتطور شيئا فشيئا لتنظم دوراتها سنويا في 32 دولة. بطولة البولو الشاطئية التي أقيمت العام الماضي افتتحها النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا بصفته سفيرا للرياضة في دبي وفي الإمارات أيضا، لكن في رياضة أخرى هي التريثلون الصحراوي، عنوان لتجربة رياضية فريدة أثبتت نجاحها في دبي بعد أن أضيف سباق القدرة للخيول لرياضة التريثلون المعروفة. عن هذه التجربة تحدث السيد عادل البناي مدير الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، نتابع معا. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا اللقاء، لقاء مع السيد عادل البناي مدير ترايثلون دبي الصحراوي ومدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي. كابتن أهلا وسهلا، مرحبا بك. يا مرحبا بكم، شكرا على تواجدكم معنا اليوم في هذه المضونة. كابتن، بالنسبة للبطولة ترايثلون دبي الصحراوي، إذا هذه البطولة على مستوى الجمع بين الجري والدراجة والخيل، كيف بدأت الفكرة لإنشاء هذه البطولة؟ نعم، البطولة هاي الفكرة نشأت من بناء على توجيهات الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بخصوص خلق بطولة رياضية جديدة يتم الاستفادة من المنشآت الرياضية المختلفة اللي وفرتها الحكومة في دبي من مضامير دراجات هوائية وكذلك المرافق الرياضية الممتازة الخاصة بسباقات القدرة، وأيضا الفكرة دمج رياضة تراثية موجودة عندنا في دولة الإمارات مع رياضات الترايثلون الحديثة اللي هي سباق الجري والدراجات الهوائية. فتم تنظيم تم تبني الفكره من قبل مجلس دبي الرياضي وتنظيمها النسخه الاولى في شهر ابريل الماضي. اذا هذه النسخه الثالثه، بعد النسخه الثانيه في هذه النسخه، كيف تحكم على هذه الفكره وعلى هذه التظاهر الى حد الان على مستوى الانتشار ربما العربي والعالم؟ نعم،
نعم، من ايضا من اهداف تنظيم البطوله هاي نشر ثلاث رياضات هاي في ان واحد بين افراد المجتمع. طبعا في النسخه الاولى كان في نحن فتحنا المجال للمشاركه بشكل فردي، ان اللاعب يشارك في الثلاث فعاليات، وبشكل فرق لجذب الرياضيين من الرياضات الثلاث المختلفه للبطوله هاي. لكن من خلال تنظيمنا النسخة الثالثة صار في رقم المشاركة الفردية بازدياد، سواء الرجال أو فئة السيدات. وأيضا فتحنا المجال أو استمرار التنظيم بشكل فرق أيضا لنشر الرياضة هاي وجذب الممارسين للرياضات الثلاث هاي لتجربة البطولة هاي، وبالتالي إن شاء الله في المستقبل يكون في عندنا ناس يعني متخصصين في هاي الرياضة ويمارسونها بشكل دائم. كثرة المشاركين إذن ربما يعطي أيضا بعد عالمي لهذه التظاهرة التي بدأت تكبر. بالنسبة للمشاركة نرى المشاركين من دول مختلفة، هل هذا يدخل في إطار ربما محاولة لنشر هذه الرياضة الجديدة؟ فعلا نحن عندنا جنسيات مختلفة مشاركة، من مشاركين أوروبيين وفي مستوى الخليج وفي مشاركين عرب. ففعلا الهدف هذا ان تكون هاي الرياضه من رياضات الترايثلون اللي هي المعتمده ان شاء الله في المستقبل على وتزيد عدد الممارسين فيها على مستوى العالم. هل من الممكن ان نجد هذه الرياضه تدخل الاتحادات الدوليه؟ لانه الجمع بين الجري والدراجه والخيل هي ربما يعني طريقه جديده. هل ترى أن ربما هنالك تناسق في هذه الرياضة بين الثلاث اختصاصات جري دراجة وخيل؟ نعم، بالنسبة للطابع التنافس اللي في الرياضة هاي ورغبة المشاركين في الثلاث أنواع بأنهم يشاركون في البطولة هاي، يعني عطتنا انطباع أنه إن شاء الله البطولة هاي الرياضة هاي ممكن تكبر ويزيد فيها عدد المشاركين وزيد فيها تنظيمها او تنظم ممكن ان شاء الله الفتره القادمه في اماكن في دول ثانيه او اماكن اخرى. اتمنى ان شاء الله مستقبلا ان الرياضه هاي تدرج في الالعاب الاولمبيه، لكن هذا بعد ما يزيد عدد المشاركين ويزيد تنظيم هاي البطوله على مستويات مختلفه، وان شاء الله نتامل خير. كابتن عادل البناي مدير ترايثلون دبي الصحراوي ومدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة لهذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا الكرام، فقراتنا الرياضية انتهت، لكن المزيد في اليوم بعد فاصل قصير. سعداء جدا ببقائكم معنا.